أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام للتعليق على قضية النجف. ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل. أهلا بكم الشيخ يحيى. بداية، ما الذي يعكسه واقع العراق الحالي في الذكرى 11 لمجزرة الزرقاء التي قتل فيها مئات المدنيين من سكان هذه القرية النجفية؟ أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين. أخي العزيز، ما يعكسه الواقع العراقي اليوم هو استمرار مسلسل الدماء والقتل والتخريب والتدمير التي جاء بها الاحتلال الأمريكي بالتوافق مع المحتل الإيراني. ولذلك عندما نستذكر ما جرى في الزرقاء من مجزرة فظيعة راح ضحيتها نساء وأطفال وشباب عزل من السلاح، يؤكد أن روح الانتقام قد وجدت عند هؤلاء القتلة الذي رافقوا المحتل من أجل قمع وقتل أي جهة تحاول الاعتراف على ما يقومون به من عمليات تدمير وتصحير للعراق بكل منشآته، ولم يسلم منهم البشر والحجر مطلق. لماذا هذا الإصرار شيخ يحيى؟ يعني ذكرت نقطة أن هناك رغبة بتكميم الأفواه، كل من يقول لا لهذه العملية السياسية باختلاف حكومتها يواجه نفس المصير. نعم، لماذا هذا الإصرار على القمع؟ هو هذا ما جاء به المحتل من أجل تمرير مشروعه بالتوافق مع إيران، وهو تدمير العراق وقتل شعبه وتكميم كل الأفواه التي تحاول معارضة هذا المشروع، سواء كانت شيعية أو سنية، حتى لا يكون هناك، ما دام هناك اعتراض. نعم، الهدف الرئيسي كالإحتلال هو اجتثاث العرب السنة الذي جعلهم العدو الأول في العراق، ولكن من يحاول أن يعترض على العملية السياسية المشوهة التي رسمها بالتوافق مع إيران تسليم العراق إلى إيران برمته، سوف يكون مصيره القمع والقتل مهما يكون هذا من الطائفة القريبة لأولئك الحكام الذين جاءوا بميليشياتهم من شكل. إذا سمحت لي شيخ يحيى، لذلك الحكومة أعلنت عن لجنة تحقيق في مجزرة الزرقاء، وعلى الرغم من مرور 11 أو 11 سنة على هذه المجزرة لم تظهر أي نتيجة لتلك التحقيقات، لماذا تغطي الحكومة على مرتكبي هذه المجزرة؟ هي لن تغطي، لأن هي الحكومة هي من قامت بهذه المجزرة، لذلك لا يمكن أن تصل إلى أي نتائج بالتحقيق، لأن هي المجرم. كيف للمجرم أن يقول إنني أجرمت بحق هؤلاء الأبرياء؟ فهذه اللجنة هي حال كل اللجان التي تشكلت منذ عام 2003 وإلى هذا اليوم. هل سمعتم في يوم من الأيام أن القناة الرسمية التابعة للمنطقة الخضراء قد أظهرت لنا نتائج تحقيق مجزرة أو أناس أبرياء في أي مكان في العراق حتى تظهر نتائج مجزرة الزرقاء؟ لا يمكن أن تظهر نتائج مجزرة الزرقاء، ولكن هناك المنظمات الدولية وحقوق الإنسان التي تصرخ ليل نهار إذا قتل كلهم في الغرب، لم نسمع منها ببيان استنكار ولا بمطالبة حول قضية مجزرة الزرقاء والمجازر الأخرى، بما يعني بأن الدم العراقي المسفوح والمهدور من قبل هذه الدول الكاذبة المدعية بالديمقراطية وحقوق الإنسان قد جعلت من العراق أرضا مستباحة بشعبه ومنشآته وثرواته للمحتل الغادر ولمن يعاونه من رموز هذه العملية. برأيكم شيخ يحيى، الآن بعد 15 سنة على احتلال العراق وهذه المجازر التي ارتكبت فيه، إن كان لا يوجد طرفا داخليا يتدخل من أجل إيقاف هذه المجازر، هل تعولون على أطراف خارجية ربما للتدخل من أجل الاحتكام إلى نتيجة معينة قد يخرجون بها وعلى أساسها يحاكم من ارتكب المجازر تلو الأخرى في العراق؟ لا يمكن لأي طرف خارجي أن يتدخل، ولكن عندما أسمع بأن هناك منظمات عالمية وحقوق إنسان وأمم متحدة
ولكنها تغض الطرف عن ما يجري في العراق من مجازر وقمع وقتل، مما يدل على أن هذه المنظمات ما هي إلا مكاتب صغيرة داخل وزارة خارجية الاحتلال الأمريكي بالتعاون مع إيران، ولا يمكن أن نعول على أي تغيير إلا من الداخل. الشعب الذي بدأ يعي حجم المؤامرة عليه وإنه مستهدف بكل أطيافه ومستهدف حتى في لقمة عيشه وسبل حياته الكريمة، بدأ ينهض ويعي حجم المؤامرة الغادرة التي تقودها إيران بالتعاون مع أمريكا وبالاتفاق معها. لذلك نحن نعول على الوعي العراقي من أجل تغيير تصحيح المسار وإنهاء هؤلاء الفاسدين وكشف ملفاتهم أمام التي أصبحت روحة، بل تسكم الأنوف مما تقومه من مفر بحق شعبنا منذ 15 عام. وضحت الفكرة الشيخ يحيى السنبل، أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية، شكرا جزيلا لك.